تتجه الأجهزة الأمنية المختلفة نحو تضييق الخناق على تنظيم القاعدة ومحاصرة عناصره في عدد من المحافظات، غير أن ذلك التوجه أصيب بخيبة أمل أمام استخدام القاعدة أساليب جديدة في تنفيذ أعمالها الإجرامية، مستغلة التخبط والانفلاس الأمني الذي لا تزال أجهزته في سبات عميق. أسبوع دام شهدته اليمن راح ضحيته عشرات الشهداء والجرحى من أبناء القوات المسلحة والأمن وعدد من المواطنين، فها هي أمانة العاصمة ما تلبث أن تتعافى من جراحها القديمة حتى تتعرض لآلام جديدة ونزيف دماء بلونه الأحمر على قارعة الطريق. جديد ذلك الألم عبوتان ناسفتان انفجرتا تواليا في حي الرباط في العاصمة صنعاء أدت إلى جرح 20 شخصا. الانفجار الأول كان تمويها في مقلب قمامة ليعقبه الانفجار الثاني بعد توافد المواطنين وتجمعه جوار الحادث لتستغل أداة الإجرام ذلك الجمع وتقوم بتفجير عبوتها الثانية. تلك أساليبهم المتطورة، وذلك أمننا الذي لا يزال لا يراوح مكانه بروتينه المتصلب وغشاوته التي يرفض إزاحتها عن حواسه ليبدأ في استخدام التقنيات الحديثة والعمل بتفان لكشف الجريمة قبل وقوعها. أيام قليلة تفصل جريمة اليوم عن جريمة الأمس التي استهدفت ضابطين اغتيلا بدراجات النار والاغتيال في موقعين منفصلين، ليضيف إلى رصيد مسلسل الاغتيالات رقما جديدا وصل إلى حد غير معقول وفق معلومات أمنية. غير أن محافظة شبوة كانت الأكثر دموية، حيث شهدت الجمعة الماضية جريمة إرهابية أدمت القلوب وأثارت نيران الغضب لدى الشعب اليمني خاصة والأسرة الدورية عامة، حيث راح ضحيتها نحو 50 جنديا وعشرات الجرحى والمخطوفين من منتسبي الأمن الخاص والجيش، ليعقبها بعد أيام انفجار قوي هز سوقا شعبيا بسيارة مفخخة في مدينة هاتاق استهدفت ضابطا في الجيش استشهد بعد لحظات من التفجير متأثرا بجراحه. ورغم تأكيد اللجنة الأمنية العليا ردها السريع والحازم والقوي ضد عناصر القاعدة، إلا أنها حتى اللحظة لم تقدم شيئا سوى مزيدا من البيانات والتنديدات التي لا تتعدى الحبر على الورق، الأمر الذي ساعد تنظيم القاعدة على تنفيذ عملياته وتصفية حساباته مع أبطال القوات المسلحة والأمن الذين كبدوا عناصر الإرهاب خسائر فادحة في محافظتي أبين والبيضاء وقدموا نموذجا يحتذى به في العمل الوطني. والسؤال هنا الذي يفرض نفسه، إلى متى ستظل القاعدة تنفذ أعمالها الإرهابية؟ وهل سيبقى هذا التماهي الأمني والتواكل الذي لا نعرف تبعاته ونتائجه على مستقبل اليمن